سلام البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى لكم نهار مبروك يا ربي. هذا اليوم الثاني اللي كنت الفيديو اللي تحتت لكم البارح ديال الدجاج. عندي هنا دجاجه وحده قطعتها هكذا طراف قطعتهم كاملين. هذاك الدجاج ديال البارح خليته حتى طقطق مزيان، يعني كنت درت لكم واحد الفيديو البارح. عندي هنا البصله، عندي هنا ثلاثه ديال البصلات، وعندي هنا ثلاثه ديال الدروسه ديال الثوم هكذا حكيتهم، وعندي العطريه ملعقه كبيره ديال العطريه، وعندي شويه زعفران الحر ولا زعفران شعره، وعندي الملح، وعندي هنا القزبر كان عندي مجمد في الفريغو، وعندي ديال الخيزو او الجزر، عندي القرعه غنعسلها صافي، وعندي الزيت الزيتون والزيت ديال الطياب زيت الغنوه صافي. راني كنت درت الزيت من قبل، دابا غنحط الدجاج ديالي. غنزيد عليه الملح باش يتقلى مزيان مع الملح صافي، ونخليه يتقلى مزيان عاد نزيد البصله. دابا غنضيف عليه البصله ونضيف الثومه. دابا نخليهم يتقلاو، ما تلشى ما تلشى وحده، وشويه ديال الفلفل البابريكا الحمراء غنزيد عليهم ونخليهم عاود شويه. دابا غنزيد العطريه والزعفران الحر والقزبر، الجزر، وهذيك سميتها القرعه راني درتها كتسلق في الماء. صافي دابا بلعت عليها غنخليها تطيب. صافي دابا البنات ملي بلعت على الطاجين ديالي دابا غيبقى يطيب. دابا غندوز للدجاج اللي كنت البارح درت معكم الفيديو ديال تعدال الدجاج وترياشو. دابا شوفوا لو كنت درتو في الماء والملح والليمون والخل، شوفوا كيفاش ولا، صراحه ولا نقي، ولا الجلده ديالو اللي كانت صفراء هكذاك ولات بيضاء، شوفوا تنقات مزيان. راني كنت رقدتها ليله كامله وفي هذيك الماء ديال الملحه والليمون والخل او الحامض. صافي دابا غندوز نقطعهم ان شاء الله ونديرهم في الفريكو. هاد الجوج غنخليهم هكذا، غنخليهم هكذا مجموعين وهكذا كاملين ما نقطعهمش، والاخرين غنقطعهم. صافي دابا البنات شوفوا هادوك قطعتهم هكذا كتريفات، وهذوك الجوج درتهم شوفوا درتهم هكذا في الميكا، والكانصات هادوك الكانصات وال سميتو الكبدة راني درتهم عاود بوحدهم في الميكا الصغار، وهذوك هذوك سميتو التحت ديال الدجاج انا كنرميهم حيت ما ياكلهمش حد، فيهم هذيك الريحه وما ولادي ما تاكلوهمش وكنرميهم. صافي دابا غندوز ان شاء الله نديرهم في الميكا باش نديرهم في الفريكو. صافي دابا درتهم عمرتهم في الميكا، درت كل يعني كل مكله كل خطره فيها
فيها ماكله وحده، خمسة ديال الميكات، وهذوك الدجاجات عاود كاملين درتهم هكا في الميكا. دابا غنعمرهم غنديرهم في الفريكو. صافي البنات، دابا الماكله ديالي طاب. شوفوا الخبز ديال الدار درته هكذا. انا كندير وحده في النهار، ونهار لا كندير فيه الخبز. عندي هنا شلاضه، وعندي هذيك القرعه الحمراء راني عصبتها، عندي البطاطا المقليه وهاد الطاجين ديالي كيفاش كيجي. الصراحه تيجي زويد، تيجي مشهي مع الشلاضه. كنت صورت لكم ولكن الفيديو مشى لي، درت غير تصاور ونخليكم حتى فيديو اخر ان شاء الله، حتى مره اخرى.